في إطار زيادة التعاون الاقتصادي، انطلقت فعاليات المنطقة الاقتصادية المصري الكويتي بمشاركة عدد من رجال الأعمال من الجانبين المصري والكويتي. دعونا نتفق على مرتكزات العلاقة بيننا: تعاون، تضامن، تكامل، تشارك، تحفيز حقيقي. تكامل بين الإمكانات والأفكار وفرص الاستثمار الواعدة على أجندة مصر وهي تنطلق نحو الجمهورية الجديدة، وبين أساليب التمويل المتوازنة والمدروسة. تشارك في التصنيع في كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المتطورة ليس بغرض التصنيع وتبادله بيننا، وإنما بهدف الخروج بهذه المنتجات وتصديرها لدول وأسواق عديدة وواعدة. تم مناقشة فرص زيادة التبادل التجاري والإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعية. في قفزة الاقتصاد المصري حصلت في الست سنوات الأخيرة بعد الإصلاحات وبدعوة من اتحاد الغرف التجارية المصرية وبدعم من الرئيس السيسي وبطلب ودعم من الحكومة الكويتية، جئنا لنسبر أغوار إمكانيات الاستثمار. نحن قطاع خاص والقطاع الخاص تواق للاستثمار، خصوصا مصر بلد واعدة وإمكانيات الاستثمار كثيرة سواء في القطاع السياحي أو الزراعي أو الصناعي أو البترول. زيادة التبادل التجاري بين الكويت وبين مصر، وطبعا العلاقات الدولية بيننا منذ أمد بعيد، وبنأمل دايما أن احنا نجذب أكبر الاستثمارات الكويتية الموجودة في مصر. والاستثمارات الكويتية في مصر هي ثالث أكبر استثمار أجنبي موجود، ونطمح أن يزيد إن شاء الله في هذا الملتقى. الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانب المصري والكويتي، لا سيما في مجال الاستثمارات وتطوير التعاون الاقتصادي بينهما، وصولا إلى الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. يأتي هذا الملتقى لزيادة العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت وتوحيدا للرؤى تجاه العديد من القضايا. منذر أبو دوح، التلفزيون المصري.